وعن المحطات الأساسية التي سبقت حالة التوتر الشديد التي تشهدها مالي حاليا نتابع هذه الشاشة التفاعلية مع الزميلة نجاة بوتفسوت. أهلا بك نجاة. أهلا بك محمد. أهلا بكم مشاهدينا. خلال العام 2013 تم انتخاب إبراهيم أبو بكر كيتا رئيسا لدولة مالي قبل أن تتم إعادة انتخابه عام 2018 بعد فوزه على منافسه المعارض ووزير المالكة السابق سوميل السيسي خلال هذه الولاية، وبالضبط بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في شهر مارس الماضي. انزلقت البلاد إلى أزمة اجتماعية وسياسية خانقة. من بين مظاهر هذه الأزمة التوتر الكبير الذي تسبب فيه اختطاف زعيم المعارضة سوميل السيسي أثناء الحملة التشريعية من قبل مسلحين، وهو اختطاف غير مسبوق لشخصية بهذه المكانة. كما تميزت هذه الاستحقاقات باختطاف وكلاء انتخابيين وتخريب بعض مراكز الاقتراع كما نشرت ذلك صحف فرنسية. وقد عرفت هذه الأزمة تطورا بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مارس الماضي. في نهاية ذلك الشهر تم تشكيل تحالف سياسي متنوع يضم معارضين سياسيين ورجال دين وأعضاء من المجتمع المدني للمطالبة بتنحي رئيس البلاد وللاحتجاج على ما وصفوه بالفساد والمحسوبك وبتدهور الوضع الأمني في البلاد. وفي بداية شهر يونيو خرج آلاف الماليين إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيس. بعد أسبوع فقط جدد الرئيس ثقته في رئيس الوزراء بوبو سيسي وكلفه بتشكيل حكومة جديدة وفتح الباب أمام حكومة وحدة وطنية. تطورت الأحداث ووافق الرئيس بمراجعة قرار المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات التشريعية، غير أن قادة المظاهرات رفضوا ما تقدم به الرئيس متهمين إياه بتجاهل مطالبهم التي تشمل حل البرلمان، كما لوحوا باللجوء إلى الحصيان المدني. وقد استمرت الاحتجاجات العنيفة في العاصمة باماكو، واتخذت هذه الاحتجاجات منعطفا جديدا بعد اعتقال أفراد من حركة 5 يونيو المعارضة، وتعرض مقرها في العاصمة لعمليات تخريب كما جاء على لسان قادتها. وللإشارة فإن مالي تعيش دوامة عنف منذ عام 2012 حين تحالف مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة مع متمردين طوارق شمال البلاد، كانت سببا لوجود عدد من العمليات العسكرية الأجنبية. وإلى جانب التهديدات الأمنية تعد مالي واحدة من أفقر دول العالم، علما أنها أول منتج للقطن الإفريقي ورابع دولة مصدرة للذهب في العالم. دمتم بخير. شكرا جزيلا لك زميلة نجاة بوتفسوت عن هذه الشاشة الشاملة في الواقع. شكرا جزيلا لك.